السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد، حلقة جديدة عن محاكي المزرعة. طبعا راح نكمل بهي المزرعة، أتوقع أنتم شفتوا آخر فيديو وين وصلنا فيه، وبعدين اكتشفنا كم شغلة وطلعت منها. فاليوم راح نكمل اللي اكتشفناه، تمام؟ بس ولكن قبل ما نكمل راح أحكي لكم أنا كم نقطة، هيك كم شغلة نبلش فيها. أول شيء بهي ما فيها مشكلة وحدة، انه ما فيها بيت ننام فيه. يعني انا تخيلوا من الساعة لما تركت الفيديو الماضي توني بارك عم بنتظر، صارت الدنيا غيم، سرعت الوقت حتى يصير الدنيا نهار حتى اقدر اشوف، بطلت اشوف شيء قدامي ابدا ابدا. فلذلك شغلت الوقت، سرعته واستنيته بما خلص، ويعني صورت هيك كم شغله وبس، ما زبطت معي يعني، فحذفته كل هذا كذا احكي. تمام، هاي اولا. ثانيا هلا ايش رح نسوي اليوم؟ تتذكروا انتم بفيديو التعدين او التصنيع البناء، مود البناء اللي سويناه بالفيديو الماضي او بالسابق، تمام؟ شفتوا شلون احنا كان في عنا مكان بنصنع فيه وبنطلع مثلا منه الحجر، او بنجيب له المازوت وبنجيب له حجر وبنجيب له تراب مثلا، وبعدين هذا الشيء بحوله بيطلع لي بعدين شيء تاني، بعدين رد ناخده رد نحطه رد يطلع لي مثلا مثل المرمر، كنا نجيب له مي ومازوت وهو يطلع لي مرمر ضخم، ناخده على ماكينه بنحطه فيها ونحط له كمان مي ومازوت مع المرمر اللي جبناها، فبطلع لي بعدين براها مرمر يكون مقصوص خالص هيك ارفع، بعدين بناخده نروح نبيعه بالمينا، وهيك نفس السيستم، تمام؟ فنفس السيستم موجود هون بهي الماب، فرح نعمله نفس الشيء بس على غير موت، تمام؟ خلينا نعرفكم عليها كلياتها بشكل سريع. هلا اول شيء نكبس كنترول وحرف الجي بين ما يطلع الضوء وجهه. طبعا شايفين هون المعمل، هذا هو المعمل، هي اشكالهم، تمام؟ طبعا بس كبست على المعمل يصير يشتغل لك ضوء ازرق هون على الماب، تمام؟ هي اول شيء. تاني اشي هون بيوضح لك شغلات ما بعرف شي، هون عم بيحكي لك انه فري فري فري. ايش هي فري فري؟ بقدر اشتري فري؟ معقول؟ وين فري يا كذاب؟ فري قال ليس بقدر هون استأجر اراضي، انا اذا بدي استأجر بقدر انا استأجر اراضي. طيب انا في عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، انا في عندي اراضي، انا عندي الارض رقم 8 وعشرة لي. طيب نرجع لهون، 8 و10، ام هن ملكي. ملكي. طيب المهم نرجع لهون، بنكمل لكم. فتكبس انت عليه فيحط لك المعمل بيحدد لك ايش بيشتغل. طبعا هون كاتب لك انه هون فيش فيرما، مزرعة السمك. في عندك هون فلور برودكشن، تصنيع الورود. هون في عندك ميت برودكشن، ما بعرف شو هون، ما بعرف. المهم هذه اشياء، تمام؟ هلا بعدين هون مثل سكر فاكتر، يعني هون معمل سكر، وبناخذهم ونصنعهم ونبيعهم، تمام؟ فخلينا نشوف اول شيء. انا شايف هون في عندي معملين موجودين بهي المنطقة، فخليني اشتريها عشان يصير اتملكها، تمام؟ فاول شيء نكبس، نجي لهون على الماب، نكبس اكس. طبعا بس تكبس اكس بيفتح لك هيك الخريطة، فانت حتى تشتغل بالمعمل لازم تشتري الارض، تمام؟ تكبس عليها وتعملها باي، تشتريها. بس اشتريتها تصير تقدر تستثمر فيها، اذا ما اشتريتها ما تقدر تستثمر فيها. فخلينا نشتري كل شيء اراضي خارج النطاق. لا هي ما بدي هي، لانه فيها معمل، فيها مجاني. هات هي والله كبيره كتير، ما ضل معي مصاري، 7 مليون، يخرب عينك ليش. المهم طب هلا نحن نكتفي بهذا القدر، تعال ناخذ هي الارض، اتوقع انه نشتريها مستقبلا. هات هي كمان اشتريها، تمام هيك بكفي، اتوقع هيك بكفي. طيب نرجع كنترول جي، بنشوف المعمل اللي توني قلنا اشتريناه اللي هو هذا، تمام؟ شايفينه اللي هو هون عم بيرمش، تمام؟ فهذا المعمل مثلا، هذا المعمل اللي هو هون اللي حكينا عليه، وينه هذا؟ هو اللي هو بيسوي مثل شيبس وشينج برودكشن. المهم فهذا المعمل رح تطلع لي هذا الاشي اللي بده بطاطا اول شيء، وبده طبالي. بقدر اشتري طبالي من هون، حلو نايس. عم بقول منين بدي اجيب انا طبالي ومي وفيول؟ طبعا هذا مو فيول، هو المازوت، فيول فلو فلو فيول فيول مازوت مازوت هو مازوت. طب رح نروح نودي له مازوت ونحاول انه من شغله. طبعا بده بطاطا، منين نجيب بطاطا؟ بطاطا نزرعها بفيديو جاي، نزرعها بس نعمل والله مصيبة يا معلم. بنزرعها ونشوف شو نشتغل عليه، بس هلا اهم شيء نروح نعبي له مي وديزل، وتعرفوا انتم شو لازم نعبي له.
بس وين الكازية؟ انا كنت بالاساس جاي ادور على كازية. هون شوفوا بده بطاطا مي وفيول اللي هو مازوت، وهلا بس نروح نودي له اياه شوف شلون راح يطلع مازوت. انا واثق من هذا الاشي. بس ضل بالفيديو الجاي طبعا حاج 700 800 لتر حاج بوشه، لانه ما راح نورط لاولادنا يعني مازوت. تمام. بالفيديو الجاي راح ازرع من هون، لازم نطلع اليمين هلق. وين المفرق؟ هذا هو. لا مو انا ابو العتمه، ما هي شيء ابدا. بالفيديو الجاي راح ازرع ارض كبيره بطاطا ونحصدها ونظبطها. هي راح اتركها، راح اصورها فيديوهات سريعه ما راح احكي فيها، بس راح تشوفني انا عم بلعب. ازرع بطاطا واحصدها واجهزها بذاك المعمل، وبعدين بنكمل لكم بعد ما اخلص اكمل لكم شلون راح نسوي الباقي. تمام. فاليوم بس راح نجهزه. تمام، لانه الفيديو صار طويل بما شرحنا لكم وفهمناكم، وانا صار لي فتره طويله عم بسجل فما بدي اتاخر اكثر من هيك. تمام، وبعدين بشرح لكم على الاجهزه الباقيه من نجيب لها، وافهم مثل السفش في بده نوع معين، بده الاكل السمك، وبده نوع ثاني هو السمك الصغير لازم نشتري. رح ادور بالانترنت اشوف شلون لازم نجيب السمك الصغير ونجيب هذول الاثنين وننزلكم عليهم فيديوهات مستقبلا يعني. بس هلا لازم اول شيء ازرع بطاطا واشتري ماكينة بطاطا، مش هي الحمراء اللي كانوا على الطريق. لقد وصلنا الى المعمل واخيرا. نطلع اليسار، ايوه حلو. جميل، الماكينة جوا صايرة. والله الفيول وين بده يتفضى معلم؟ لازم الطبالي نحطه. ها شفتوا فورا فضى، شايفين؟ حطينا. هلا بنعبي له ووتر. الووتر ايزي، تعال اقول لك وين احط لك الووتر. تعال يا معلم تعال. هلا الووتر وين بده يتفضى؟ اتوقع هون لازم يتفضى الووتر. ما طيب هلا راح نجرب اول شيء من تشك البوري المي هنيك. بوري المي هون لازم يكون. يب هذا هو. طيب هاتو. ايوه معلم، بدنا تشك لنا البوري هون مو هنيك. منيح انه ما تضارب. شلون كان يسكر هاي هيك تفتح؟ ايوه هو الصفة مي نظامية يعني، لازم نضبطينها أكثر. أو بكرة منجيب تراكتور تاني، واحد تاني هذاك بيعبي بسرعة يفضي بسرعة. أنا أكيد في استهلاك المي كتير بده يكون. ما في أي حلو. حلو، عم بعبي وافضيها بنفس الوقت. شوفوا لون. شايفين شلون فول مي؟ تمام. طبعا الاجدر عنا ضل ناقصنا البطوطو، بس حلو انه القارمة هيك متعوب عليها يعني ملونة، مو مثل الاول كانت مكتوبة بطريقة مقرفة. طيب خلينا بس منشوف. هذا المعمل الثاني اشي بيطلع لي بده فجل وطبلية ومي. طيب نجيب لك مي معلم. في معنا مي. وينه مو هون. وين تفريغ المي باشا؟ والله مو خلافنا انه انت هون، بس وين المي تبعتك؟ ايش بدنا نحط له؟ بيت هون كاتبين تحته ايش هو وصفه انه ينحط قصب السكر او شوندر سكري. هون ووتر. هون البليت، بده بليت الطبالي اللي قلت لكم تو وجدتكم اياها بالشوب، نقدر نشتري الوحده ب 80 دولار. الا والله بس ليكون هذيك فيها اكثر من وحده يعني صح 80 يعني، مثل هون فيها 500 ب 4500 صح؟ فاذا كبسنا هون جينا هون لا مو هون
هون لا مو هون طبالي، وين كان طبالي؟ هون هون طبالي هون اللي هي هي، تمام. بس هون الوحدة كم وحدة فيها؟ فيها 800. ب 800، ب 80 دولار. معقول؟ لا يا زلمة مو لهالدرجة هي. الله يك شكله يا معلم لهالدرجة وأكتر. اي والله. طيب هلا على كل حال فهمنا ايش بده الشغلة الثانية. هون بده شوندر سكري، وهي بنزرع كمان الأرض مستقبل نزرع شوندر سكري، وهون بده طبلية بنشوفها. بس هلا بده مي، بأنه معبين مي، فخلينا نفضيهم المي. بس ما بعرف وين بدي افضيها المي. تعال نجرب منقرب هون. ما بده هون، اتوقع هي بالقفا. هلا في عندك هون مكان تاني لإلها، برضو غلط. ما مرة تركته. في محل هنيك كمان، اتوقع هنيك مكان التنزيل الاساسي. اتوقع هون، اتوقع هون. هاي يلا عم ما نزليش. انا برضو حتى هون غلط. هذا الباب ما يفتح يا خيو، خلصوا لي هالليل ما عاد يخلص. نعم في هون كمان. ايش هو هدول مكيفات؟ حلو والله. طيب وين بدنا نفضيه؟ هو بيكب. حلو، هون في عندي هنجار موجود. في عنا هون طبالي، في عنا هون أشياء تانية. حلو، هذا الباب الخارجي يعني. ايه يا معلم وين بدنا نحط له المي هاد؟ هلا عطينا له 3 أماكن صح؟ لاي مكان ما قبله، تمام؟ وأتوقع مو هون طبالي. هاي هاي، لأنه كان مصفوف بالعكس. فهمت ليش؟ طبعا مثل ما انتم شايفين على اللوحة بالضوء الطافي انه في عنا نحن صار 25,000 لتر مي. طبالي لسه ما جبت، هلا بروح اجيب وحدة واجربها منحطها. فجل لسه ما حطينا، او اللي هو شوندر سكري حتى يطلع معنا بالاخير. شو؟ بالار نسيت يا زلمة انزل لي اقراها. حتى يطلع معي كوست كومبوست. كومبوست اللي هو هذا اللي بيجي هيك مثل لونه تراب اسود هيك شيء، وهذا جرين شوجر. جرين شوجر عم بقدر اعبيه هذا، شلون هيك بعبيه مباشر؟ جرين شوجر اللي هو هاد، اللي هو هاد راح يطلع معنا، تمام. طيب بهذا الفيديو لهذا القدر، انا بعتذر منكم، جزء شوفوا جودته جدا سيئة لهذا الفيديو، لانه صراحة الليل دوخني دوخ ما عم بشوف شيء ابدا قدامي. فرح اتركها لبكرة ان شاء الله. من يعني هذا الفيديو رح اعتبره تسليكي، تمام. بكرة رح انزلكم فيديو تاني تعويضا عن هاد، يكون طلع الضوء شوي. رح اطلع كمان اعبي شوية مصاري حتى اشتري كل الاراضي اللي من الباب معي، وبعدين رح ابني بيت مثل عالم الناس مشان نقدر نسوي فيه القيلولة النهائية لنهاية اليوم. وبس، وكون هون صار نهاية الفيديو طبعا، ونكمل المعامل ونبلش نزرع، نسوي زراعة بطاطا، وبدنا في شوية محاصيل لازم نزرعها. يعني الماب جدا جميلة، بس مشكلة الطرقات فيها كتير سيئة. بنحاول منظبطها ان شاء الله. وبس يكون هون نهاية الفيديو. شكرا لكم وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.